لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. بناء الكعبة على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. كان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة المكرمة قد بلغ 35 عاما من عمره الشريف، وكان لم يبعث بعد، فحدثت حادثة وكان صلى الله عليه وسلم هو صاحب الحل الذي هدأت به نار فتنة كانت ستشتعل. قيل إن امرأة جلبت جمرا وعليه بخور ووضعته قرب الكعبة، فطارت شرارة فأحرقت ثياب الكعبة فوهن البيت وتداعى. وقيل في سبب تداعيه إن سيلا عظيما من المياه أتى فهدمها. وكان البحر قد ألقى سفينة إلى جدة فتحطمت السفينة، فأخذ خشبها فأعد لسقفها، فتهيأ لأهل مكة بعض ما يصلحها، وكانت حية تخرج من بئر الكعبة التي يطرح فيها ما يهدى لها، أي للكعبة، كل يوم، فتشرع على جدار الكعبة، وكان لا يدن منها أحد إلا كشت وفتحت فاهها فكانوا يهابونها. فبينما هي يوما على جدار الكعبة اختطفها عقاب فذهب بها، فلما أرادوا الهدم قام أبو وهب ابن عمرو فتناول حجرا في الكعبة فوثب من يده حتى رجع إلى موضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها إلا طيبا، ولا تدخلوا فيه بيع ربا ولا مظلمة لأحد. ثم إن الناس هابوا هدمها، فقال الوليد بن المغيرة: أنا أبدأكم به. فأخذ المعول فهدم، فتربص الناس به تلك الليلة وقالوا: ننظر، فإن أصيب لم نهدم منها شيئا. فأصبح الوليد سالما وغدا إلى عمله، فهدم الناس معه حتى انتهى الهدم إلى الأساس. ثم أفضوا إلى حجارة خضراء آخذ بعضها ببعض، فأدخل رجل من قريش اسمه ابن مطيع عتلة، وهي حديدة كان رأسها رأس فأس عريضة، في أسفلها خشبة يحفر بها الأرض والحيطان بين حجرين منها ليقلع به أحدهما. فلما تحرك الحجر اهتزت مكة بأسرها، ثم جمعوا الحجارة لبنائها، ثم بنوا حتى بلغ البنيان موضع الحجر الأسود، فأرادت كل قبيلة رفعه إلى موضعه واختصموا، وتفاقم الأمر بينهم حتى تواعدوا للقتال. فقال أبو أمية ابن المغيرة، وكان أسن قريش: اجعلوا بينكم حكما، أول من يدخل من باب المسجد يقضي بينكم. فكان أول من دخل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، قد رضينا به. وأخبروه بالخبر، فقال الزكي الفطن: هلموا إلي ثوبا. فأخذ الحجر الأسود ووضعه فيه، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب. ثم رفعوه جميعا، فلما بلغوا موضعه وضعه بيده الشريفة المباركة، فرضوا بذلك وانتهوا عن الشرور، ثم أكملوا بناء الكعبة. والحمد لله رب العالمين، ونفعنا الله تبارك وتعالى بسيدنا محمد طه الأمين، إن الله على كل شيء قدير.